نعم مدام. اسمعي مني شو قررت. رح أعطيكي مسؤولية كتير كبيرة. بقدر أمن فيكي ولا لا؟ شو قصدك مدام؟ لا تخافي، خليكي معي ولا يهمك شي. ما بعرف شو بدي قلك، مثل ما بتأمري. منيح، كتير منيح. ارجع لورا، لا تخاف حبيبي، ما معي مصاري اشتري فرد. انا مؤمن. استاذ مؤمن، والله قلبي كان رح يوقف. والله تاريك تعرفني منيح، والله كأنه صاير ما عم تجيبنا من أرضنا. ها استاذ مؤمن، شوف انت وين وهن وين. ايه هي هي الدنيا، شفتك رايح مشي قلت لحالي اعمل خير ووصلك. قصتنا طويلة، تعال تفضل مشان احكي لك. لا يا حبيبي ما بدي عزبك معي، مشواري بعيد بروح لحالي. انو عذاب يا زلمة، بك شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكي هلق وقت المياعة تبعك؟ كأنه عم تثقل علينا. ها خلاص تعال قعود، تعال تعال عاوزك، يلا بسرعة، لا تخاف ما باخذ منك أجار. تعال. ماشي. شيرين، فرحان، سارة، وكمشي بعث لك حمى. وكمشي وكمشي اخوي امشي، عن جد انك حمار. يبلاك بقتلك شو اكل اليوم العمى على هالطلعة. استنى لك، استنى نست. اكرام، اجاك ضيوف. مؤمن، مرحبا اخوي اكرم. مرحبا، ما تشوف شر الهي ان شاء الله. شوفي ليش جاييني مثل قضى المستعجل من وش الصبح؟ والله هذا الشيء بدك تساله لاختك اللي صار لها ساعتين عم تفيق فيني من وش الصبح، مشان ادور عليك واعرف وينك. ومنشان شو؟ مو مشان شيء، الموضوع بس انا واكرام قلقانين عليك بس. انت كذاب، لازم تعرف أنا ما بستسلم هيك. أنا بس لأني ما عم بشتغل نفسيتي تعباني، عم يخطر على بالي أرجع المطبخ وبلش طبخ. أنا ما فيني شي بالمرة. وقد أخيله اللي بيفهم عطاير، وأنا طالع كل هالمسافة على ظهر البطيخ يلي برا بس كرمال أحكي معاك بالموضوع. أنت شو قصدك؟ شوف هاي وبتعرف كل القصة. شو هاد؟ يعني جايب لي خريطة الكنز؟ الكنز انت حبيب اكرم، بس انت ما تعرف قدرك. شوفها منيح واعطيني رأيك. هاي خريطة المطعم تبعنا اللي بدنا نساويه. المطعم تبعنا؟ تفضلوا. حسين، والله يا اخوي البريستيج مهم. عفوا، اذا بتريدوا حطوا لي هدول على الكرسي اللي قداماني. حاضر مدام، لا تاكليها بس دير بالك تنكسرها. حاضر. عن جد أنا آسفة أخرتك كتير. لا ولا يهمك،
الله يعطيك العافية. من بعد إذنك في عندي شوية فرش هدول اللي ضلوا، بأقرب فرصة رح أبعت حدا يشتريهم. هون البيت بيتك حجي، إمتى ما حبيتي تجي أهلا وسهلا فيكي. الله يخليك يا رب. وهي مفاتيح البيت كلهم، تفضلي. الله يسلمون. إن شاء الله مبروك، وبتشوفي على وشه الخير يا بنت الحلال. نقدر منشتري؟ اتركها علي، أنا بدبرها. شلون شايف؟ والله أنا شايف إنه كتير عاجبك، ما ضل عندي حكي. لكن رح نشتري إن شاء الله. هلأ بكرة بفرجيك يا هذا البيت اللي كنا عم نفكر فيه وسعره معقول. هلأ منعلق بالدين يا خانم، لسه لهلا ما سدينا ديون العالم يلي اخذناها من شان ديكور الصالون. اخوي استاذ اكرم، كنت بدي اقول لك انه سياده المهندس رضائي وشركائه المحترمين متأملين يفتتحوا مطعم بشكل القديم يعني، وكانوا عم يدوروا على شخص عنده خبره مثلك انه يعرف بهذا الشغل، وانا من بعد اذنك طبعا عرفتهم عليك، يعني قلت انه انا وياك بدنا نصير شركاء بالامر الخير. يعني شلون بدي اقول لك انه راح يكون الشغل من طرفنا او راس المال من الاساتذه. اي يعني اذا بتسمحوا بالاول نتعشى منشان ما يبرد الاكل وبعدين بنحكي بالتفاصيل. بدكم نتعشى ولا ما نتعشى ولا تفضلوا. تفضل استاذ اكرم. أستاذ عبسي، أنتوا ليش ما عم تجيبوا الطلبات بعد الصالة؟ لا تأخذ طلبات حاليا. صار عندي طلبات كتير، شو لا تأخذ طلبات؟ لا تأخذونا يا أساتذة، آسفين على التأخير. قديش يعني في تأخير؟ والله مبين ما بعرف. شو بس بدكم تطولوا بالكم شوي عشان ما نتأخر، نروح نرجع، نقضي لنا مشوار. شرف. عذاب العالم. بنفكر نروح على محل تاني، شو رأيكم؟ شو رأيك؟ رد. يا سعدي. أهلين مدام. شو الموضوع؟ بظن إنه الشيف رمزي متخانق مع مدام شهناز، وهلأ منتظرين حضرتك بالمكتب. وين الأنسة أماني؟ وهي كمان بالمكتب. مرحبا مدام. مرحبا. شو صاير؟ شيف رمزي بهدله وما خلى عليها مسبة. انت ما بتستحي على دمك؟ تستقوي على مرا؟ ايه مزبوط عم تحكي حضرتك، انا لازم اخجل، ضربتني بهالكفكير على خلقتي وهاد كله مو شيء. يا مدام لو طرشت مين كان رح يصرف على مرتي واولادي؟ ها ليش انا ما قلت لكم انه شاهيناز هي مسؤوله الطبخ بغيابي؟ يعني انا يا مدام اشتغل تحت ايد مره بعد 58 سنه بدكم ياني انزل؟ وانا مره ومديره المطعم، يلي ما بيقدر يشتغل تحت ايد مره ينقلها لبرا. أنا ماشي، يلي بده يجي يلحقني يا شباب. بس لا عاد تتصلوا فيي، ها أنا ما رح أجي لهون بنوب بنوب. إيه الله معك.
سعيد؟ نعم ماما. قل له لموسى لا عاد يفوت زباين اليوم. اليوم سكرنا المطعم كلياته. طيب مش اروح معي على البيت اخوي؟ لا جاي على بالي اتمشى شوي. طيب ماشي، وانا عندي شويه شغل بدي اقضي. روح انت. حبيب اكرم، فكر بالموضوع يلي قلت لك اياها. احنا ربحانين ترى، والله ربحانين. ما كان لازم تخليوني عطلوا اليوم، هاي بهدله. ما في مشكله، ماما كانت معصبه، هيك يمكن ترتاح شوي. لا خيرات، هدي، ليش هيك مستعجله يا اولاد؟ اجينا ماما. ساره، سعيد، وينكن ماما؟ فورا لازم نروح على البيت الجديد، خذوا معكم بس الشغلات الضروريه. شو مشان بابا؟ ابوكم بعدين بيجي وبيلحقنا. انا بقول يعني ليش ما بننتظر شوي؟ ماما والله مو ناقصنا مشاكل، بابا رح يعصب كتير. ها بكره رح ننتقل نهائيا من البيت، يلي بده يجي واللي ما بده يضل هون. بابا ما عم يجي على البيت وانت بدك تروحي، ونحن شو بنعمل يعني؟ رح ننقل اغراضنا ونروح، وما دخلنا بهالقصص. ابوكن لو كثير بيفهم وبيحس ما كان قوم العمال علي وخلاني عطل المطعم. بس امي هي مو شغلة ابي. لكان شغلي انا؟ ما هيك؟ شغلي انا ما؟ ضبط بغراضكن وما دخلكن بغراض ابوكن، يلا بسرعة. شوفوا، حملوا لكم هيك كم غرض منظرة، واثنين منكم يروحوا يديروا بالهم عليها. شايفين قديش معصبة، ما عرفانة حالة شو عم تعمل. وانت مو رايح معها؟ انت مجنونة شي؟ انا وين بدي اتركوا امشي؟ انا كل عيشتي هون، لازم ضل هون لحتى اقدر رجعهم لبعضهم وصالحهم. انت خليك قاعد عم تتفرج علينا. امي شو رح تاخدي كل الاغراض معي؟ لا امي، بس عم باخد اغراض الضرورية، ما دخلني باغراض ابوكي. سعيد، سعيد، لك ليش ما عم يرد علي هاد؟ شوفي خالو، خالو تعب. شو؟ ليش سكرتي المطعم ماما؟ جبت تبع الصحية لا يعمل صيانة لكل تمديدات المطعم. حبيبي سعيد، هاي الشنتاية تقيلة، ما بقدر نزلها لتحت، حملها ونزلها. كراتين اغراض المطبخ كلها وحطوها هون، حطوا بقية الكراتين عندكم بالصالون. ماشي ماما. خلصوا تيتا؟ لا لساتهم عم يفضوا. ماما هون كم غرفة نوم في؟ ستة أمي. هديك اللي من طرف الجنينة إلي، ماشي؟ ماشي أمي، خلينا نطلع على الجنينة نجيب بقية الكراتين لأنه ممكن تنزل المطر. بالآخير أمي أخدت أغراضها وراحت على البيت الجديد، وشيرين راحت معها لأنه هنيك أقرب لجامعتها. اشتقت لهم كتير، واشتقت لأبي كمان. هلا الخبر المنيح انه ابي قال بده يرجع على البيت، بس عن جد غريبه. يا الله ما حدا مبسوط عنا بالبيت. صحيح نسيت، جدي متخانق مع ستي واجا سكن عنا بالبيت، وستي راحت سكنت عند امي. الك شوط يا، اعطيني الكيس من جنبك.
يلا روح. لك إيه؟ لك يا زلمة شو هاد؟ شو هالحكم هذا؟ ما نايم؟ نعم بابا. أنت ما بتستحي، عقلك قد عقل الولد الصغير، قاعد عم تتفرج على الطابة ومبسوط كتير بحالك وقاعد لي بلا شغل. لك يا ابني، واحد بقد عمرك لازم يصرف على عائلتين. أبي احكي اللي بقلبك وخلصني. شوفي أنا إذا ما بتعشى ما بيجيني نوم لبكرة الصبح. ها حاضر أبي. سارة، سارة. نعم خالو. خالو اعملي لك كم لقمة ياكلهم جدك قبل ما ينام. أهلين بابا. أهلين. كيفك بابا؟ أهلين بابا. أهلين بابا. أهلين زهري. مرحبا عمي، كيف صحتك؟ أهلين ابني، الله يعطيك العافية. شو عجيبة شايفك عنا، وين كنت أكرم؟ بأراضي الله الواسعة. بعدتوا أمكن لحالة لهنيك؟ لا، شيرين هنيك وستي راحت لعندهم كمان. أنا قصدي رجال. بابا هلأ أنا بروح لهنيك. ما في لزوم، انتو خليكن على التلفزيون. شو انتي بدك تنامي هون على الكنباية؟ ايه امي، هون برتاح اكتر. لا تقومي تاخدي برد، كان في حرم تاني هون. أعطيتهم يا لشيرين وفرحان، هذا بيكفيني. هذا ما بيكفيكي بالليل. لا منيح. شو مين؟ ما بعرف. هاي اللي كانت صاحبة البيت؟ يا ترى شو جاي بدها بنص الليل؟ إذا هون برد فيكن تفوتوا وتقعدوا جوا. لا، الجو منيح. عزبتك معي. لا تاكليهم، بالعكس انت اللي معذبة حالك. يا اهلا وسهلا فيك. ما في شي من قيمتك. الله يخليكي، لا تواخذيني، لسا ما جبت معي اغراض الضيافه لهون. مو مشكله، ما بعرف بس هيك حسيت فرد مره انه بدي اجي لهون. ايه معلوم انك تتركي بيت صار لك عايشه فيه 35 سنه، والله كتير صعبه. كانه جوزك ماله بالبيت. ما جوزي مسافر، رايح بشغل ولا سياحة؟ لا مو كل هالقد عنده شغل. لا والله طلع سياحة. إن شاء الله بيرجع بالسلامة. إن شاء الله. حلو إنه الرجال يقعدوا مع حالهم شوي، لأنه أحياناً بتلزمهم أوقات بيضلوا فيها لحالهم. بس لازم ما يزودوها كتير. إنتي كيف صحتك؟ إن شاء الله منيحة. أنا منيحة بس وحيدة، وحيدة كتير. إيه لا، ليش شو صار بولادك؟ مالن هون، من زمان كانوا كل سنة يبعتوا لي رسالة، وبعدين صارت إيميلات. أنا عندي 5 أحفاد وما بعرف غير صورهم. والله الفرقة صعبة. أنا غلطت غلطة كبيرة لأني اتطلقت. ومن شان شو؟ من شان ولا شي. إذا ولادي ما بدهم يشوفوني معهم حق. أول شي كنت فكره إنه المصاري بالعيشة بتاخد محل محبة، بس هلأ فهمت إنه شو الغلطة اللي غلطتها.
منعم حط لي شوي تاني من هالكولا بكاستي. بابا اصلا طعمت لها الكولا مو طيبه ولا بتفيدك بنوب، شو رايك صب لك كاسه عيران افيد لك؟ ليش ما عم تاكلوا انتو اثنين؟ يلا يا أولاد امشوا. شو رايحة أمي؟ وانتي لا تمدي إيدك على شي مشان ظهرك، ها؟ رايحة على المطعم وبعت لك العمال مشان ينظفوا البيت. ماشي. يلا خاطرك تيتا. الله معك. بسرعة بسرعة. الله معكم. الله معك تيتا ميسرة. رح وصل شيرين على الجامعة وفرحان اليوم عنده دروس، وأنا رايحة على المطعم لأنا موصي على شي في جديد جاي اليوم. ليش ما عندك طباخين امي؟ في كم زبون تضايقوا من الاكل وراحوا اشتكوا علينا، وانا وعدت النقابه انه راح جيب شيف جديد لانه شاهيناز مو قد المسؤوليه. بس هيك اكرم بيتضايق كثير. يتضايق شو بدي اعمل له يا امي؟ لا تخلي صاحبه البيت اليوم تروح مشان انت ما تضلي لحالك. طيب راح قالهم يجيبوا لكم اكل من المطعم. ما بدها، بعمل لي شي شغله ومناكلها. لسا المطبخ قايم قاعد. شوفي اذا ابوك هنيك ما عندهم اكل بعتي لهم من عندك. ماما هلا هي المره مو بعتنا البيت؟ ايه شو يعني؟ طيب ليش لساتها هون؟ من صباحيه الله ما سكت لي هالبربيش وعم تصي بهالزريعات. انا اللي قلت لها تضل، امبارح احترق قلبي عليها. ما لا حدا مسكيني. يلا امشوا نروح. الله يسلم هالإيدين، من بعد إذنك نحن رايحين. يلا خاطر لا تواخذيني من شان الله، عزبتكن كتير معي. لا ولو، البيت بيتك. فرحان افتح لي هداك الباب. يلا بنتي خليني روح أنا بقى. ليش بخليكي تروحي؟ أنت اليوم رح تضلي هون وأمي كمان لحالة بتتسلوا مع بعض. أبي أبي أنت منيح؟ بابا ليش ما عم بترد علي؟ روح جيب لي كاسة مي باردة لأني انسلقت بسرعة. لك أبي صار لك 3 ساعات بالحمام، إيش شو عم بتساوي جوا؟ ما انسلخ جلدك لهلا. نعم مين؟ أخوي منعم. افتح الباب أظن مؤمن. مين بدك قلي؟ وأكرم بالبيت؟ قول له يجي لهون. أكرم نايم. معقول هلا نايم؟ خلصني ناديله، وك ناديله، عاوزه بشغل. أكرم تعال احكي على الانترفون، هذا مؤمن. مؤمن صرع راسي بده اياك. قل له هلا جاي. جهزتني البشكير؟ منعم لك وينك انت؟ اخذت برد. تفضل بابا، هاي المنشفه. نعيما ان شاء الله. ينام عليك، لف علي تكرم. لف تكرم. علي قبل ما ابرد. الو الين جواد؟ قوم اطلع على الباب، نحن قاعدين بالسياره. يلا جواد. انو جواد؟ هذا يلي جاي هلا بتشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام. شو تأخرتوا؟ اللي انت بتقربوا لهذا اللي عنده مكتب عقاري بالشارع الثاني؟ النصاب اخي تصلبط على المحل.
وثلاث ارباع ولي. وك هسا اتركنا من هاي القصه وقلنا وين بدنا نروح. روحوا دغري. طيب يا استاذ جواد، شو اوضاع العقارات بهالايام؟ مو منيحه منوب والله، عم نركض بس السوق دائر. لازم اشتري الواحد، يعني بدي اقول لك لازم تشتري بسرعه. استاذ مؤمن لف لف على اليمين. بعرف بعرف. هلا وين هالعقار يلي بدك تفرجينا اياه؟ بمحل ممتاز. هذا طريق المطعم تبعنا. وك اخوي اكرم اصبر لك شوي، لا تحكم بنوبها قبل ما تشوفه. ها وصلنا. واقف واقف هون. لك شو جابنا لهون نحن؟ لح يعجبك كتير كتير. هون مقابل مطعمنا بالضبط. يا حبيبي شو خلية البلد من الأراضي لحتى جايبني لهون؟ حبيب أكرم إذا لفيت البلد كلها ما رح تلاقي محل أحسن من هون. أنا فتى المخي للاقي هذا المحل. أنا كل تفكيري بالزباين. ولك أخوي الزباين هم الأصل، هم تعودوا على هاي القرنة وما عاد في داعي تعطيهم عنوان جديد. بنقول لهم على نفس المكان ويعني بنفس القرنة مقابل المطعم القديم. استنوا لشوف هون. بس هون عن شو عم تحكوا؟ استاذ حضرتك نزيل لفرجيك اياه. ليكو هون بين عليك هذا الباب. انت لا تشوف الباب من برا صغير، من جوا كتير كبير. صحيح ابو بس بيعجبك كتير، يعني تقدر تقول ممكن يصير صالة كمال اجسام، بلياردو، مطعم. تحرك تحرك، خلصني لا يجي حدا ويشوفنا. تحرك. طيب خليهم يشوفونا، يعني اذا ما شوفونا اليوم راح يشوفونا بعد يومين. طيب واذا عرفت خيرات؟ بكترك هذيك مالها عرفانه شنو تسوي. هسه مالك شايف مسكر المطعم على اساس صيانه؟ لك شو عم تحكي. ومين قال لهم يعطلوا المطعم؟ لا تواخذنا اخوي اكرم، بس انت شو دخلك بهذا المطعم؟ مو لك حبيبي، هذا المطعم مو لك. نسيان شو عملت فيك المدام اخوي اكرم ولا مو نسيان؟ خلاص وسد حلقك انت. انا من بعد اذنكم رايح افتح الباب عشان تجوا تشوفوا. استاذ اكرم تفضل. استاذ اكرم تفضل وتعالوا شوفوا. أكرم حلو هيك تبهدلني قدام الغريب، كأنه أنا صهرك مو؟ لسه كل ما حكينا معك كلمتين بتقدحنا مسبة، وكل هذا الشيء من شانك، وأنت ولا كأنك هو. تفضلوا أهلا وسهلا. لسه بتبهدلني. ثلاثة ونص ومنحط علامة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وإذا قلنا من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذول منخليهم هيك على وضعه. وهي لا تنساها. لا 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 تاكلهم حبيبي، بظن هيك تمام. هلك شوف حبيب أكرم، مثل ما حسبتها الأرض هون مايلة لتحت، فالمية تجي لحالها لهذا الطرف. هون كله منسوي مطبخ وفوق سقيفة، وهون بيصير بيت المونة وهالقصص. وبعدين قدام الباب هنيك عنا المشاري والمنافع، كلها بتصير هنيك. النسوان لحال ورجال نقذفهم لجوا، يعني بغرفة لحالهم هيش أحسن. بتعرف انت كمان الصوت هناك مكتوم. وبعدين من هذا الطرف لهذاك الطرف لهون منحط من هذول الطاولات تبع القهاوي، وهون بالقرنة هاي كلها منصف طاولات وكراسي. يعني قصدي أنا أنه يجي الرجال الكبارية يأكلوا هون فتات مقادم ولحمة بصينية، وبهي القرنة كلها بنحط كراسي وكراسي وكراسي. قصد أخوي أكرم يعني مثل ما كنت مفكر بالضبط. ونستفاد من جهة تكون شوي قديمة وحديثة،
بالسقف نعمل ديكورات جبصين، حفر حفر ونجيب رسام بيرسم صور من الأساطير لرستم وسهراب وزليخة وشرين وفرهاد، كلهم نرسمهم هون على السقف، يعني هون بالنص، يعني بيرسمهم هون بالنص، ومن فوق منحط ضوية تجي سقط لقط على رأس العالم. وشوف شو رح يصير يا معلم. يكون العمة لابسين طواقي خضرة موحدة ومع قبات بيضة ومزطين شعورهم وماسكين هالصينية ويمشوا ويتفتلوا بين هالزباين ويحطوا الأكل. يا عيني بيحطوا أكل وبيردوا يرجعوا والعالم شغالة قتل على الباب، وهذا اللي عم يصرخ بالدور الشغلة يا أخي. وبعدين هون قدام هذا الباب بنحط لك محاسب حتى إذا صار زحمة يقولهم للعالم روحوا عدوا بسياراتكم، بعدين احنا مناديكم. صحيح نسيت اقول لك شغله، انه كل هالسيارات المساكين وين بدهم يلاقوا محل يصفوها؟ قل لي. خلصت؟ لسه ما خلصت، خلي لي اياك استنى بولها. قال خلصت، قال شو هالحكي هذا؟ ولي قطع نفسي. اخ والله انقطع نفسي. هلا مين عامل هالمخططات؟ احنا. شو قصدك؟ نحن مين يعني؟ يعني انا وانت. عدم المؤاخذة اذا بدك تقول شيء اتفضل قول. ليش عم تلف وتدور؟ بيناتنا ما في هالقصص اخوي. انت بتعرف انه انا صريح معك بكل كلمة، بس انا ما بتذكر اني عامل اي مخطط. من الناحية شوف حبيب أكرم، المستثمرين بالعادة إلهم رأيهم المستقل، شو نفكر ما ننمزوقين؟ شوف يا فيلسوف زمانك هون، يعني إذا كان بدكن يصير مطعم فرح يكون هالمطعم على كيفي أنا. أوف. والمطعم اللي أنا بشوفه كل شي بينحط فيه بالمكان اللي أنا بقوله، فهمت ولا أشرح لك كمان؟ بس رح يطلع محل بيطير العقل، ورح تلاقي الناس واقفة على الباب فوق بعض البعض، ما هيك؟ لك يا رجل، إذا ما كان في مستثمر أكيد ما راح يكون في مطعم من أصله. وإذا بتجي علي أنا ما في بجيبة فرنك وهذا أنا، وإنت كل هالتعبية اللي تعبت بمطبخك قبل راح ربحه على جيبة المدام وانصرف وضاع وما بقي منه أي شيء. إذا عندك فكرة ثانية قل لي مش أنا أعرفها، قل لي. أكيد عندي براسي فكرة ممتازة. وكاد أشوف، قل لي. راح أروح على البيت.